يلا لقوم شوف مين عملنا التليفون. اكشوف فات برجلي. اخ اكشوف يا الله منك يا دنيس، حط كل العابك بالارض. اخ وجدني رجلي لعست على وحدي. لك يا عم دنيس، شبك شبك خير؟ شبك شو صار لك؟ بدك دنيس حط العاب هون تعست عليهم. انجرحت رجلي. ايه هاي لعب فيهم قبل الروضة وقلت له ضبهم مرة سمع كلامي تركن وراح. انجرحت رجلي. هلا بجيب لك لزقة جرح. كيف مرست قلت له ضب العابك لا تخليهم على الارض؟ ما عم يسمع كلامي شو ساوي؟ حاطط دلولك فيهم معدن بيجرح. ايه بيجكوا كل العابه كل سيارته. هذا لزقة. لا وفوق وقعت كمان. صارت كتير. يلا سلامتك سلامتك. هلا بس يرجع من الروضه بنبهه. يا الله تكسرت. والله عصبت. هلا بتشوف يا دنيس الا كان بلاك العابك كلها اتهم مشان تحرم حطهم بالارض. طول طول بالك ليش معصب؟ كل الالعاب بدي اكبهم مشان مره ثانيه ما يحطهم بالارض ويتركهم انداس عليهم. انا والله نبهته 100 مره بس ما عم يسمع كلامي شو ساوي؟ هلا بشوفك كيف راح يسمع كلامي. هلا بشوفك. شو عم تساوي؟ بدي اخذهم كلهم بالارض. لك طول بالك طول بالك يا زلمه طول بالك. حط لك حرام حرام عن جدك تكب له اياهم. بس حالي قاعد تحت حرب هدول كلياتهم تحت رجلي بدعس عليهم كل ما رحت وكل ما اجيت. طول بالك حرام تكب له اياهم. يلا لا حرام 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 خلص والله حرام. طريقة مني حرام حرام تكبهم خلاص. طيب تعال نلاقي طريقة غير الكب. نلاقي طريقة رح يخليه يحرم يحط سياراته بدون كب حرام. طيب تعال نعمل فيه شيء خليه يحرم. مثل شو؟ عود عود اهدأ أول شيء. صلي على النبي. يلا صلي على النبي. هدي أعصابك. تفضل حاجة ضايع وقت. يلا شو نسوي للعب اللي احسن ما تركبونه اللي بده اياه. لا لا طيب تعال نعمل فيه مقلب. ايه انه بعنا له اياهم كله خليه يرجع ما يلاقي ولا سيارة. شو نسوي مقلب؟ صور فيديو انه انت قعدت تبيعهم. ايه وبعتهم وخلصتهم واجوا الاولاد اشتروهم وهيك. ايه وما ضل عنده ولا لعبة. بنشوف فيه الفيديو انه هو ما عاد عنده العاب لانه عم يخليهم بالارض. بنعاقبنا وبعناهم. والله حلوة فكرة الفيديو عجبتني انا. مو لا حلو فكره هيك. بعد ما اكتشف انه ما بعناهم بصير بخاف عليهم. بنقول له شيلهم من الارض بشيلهم. عن جد مايك برافو. تمام برافو فكره حلوه. ما تقوم ما ضل شيء ليجي من الروضه. خلينا نعمل المقلب نصوره بس يجي نشوف فيها. طيب يلا ماشي شو بدي اسوي. يلا هاي كيس بلش ننبه السياره. يلا عادي نشوف. حرام لما راح يجي ما يلاقي ولا سيارة شو راح يصير فيه؟ يعني بطل في الطاولة. ايه خلص حاج بقى. هدول الصغار كلهم ما راح يرجع يلاقي ولا وحدة منهم. هدول أهم شيء الصغار. هدول عم بأس عليهم. هدول اللي بيجرحوا. حتى هاي كمان هدول. لا الفروت حرام. حتى هدول كمان. يا حرام. يلا ندف كمان هلا مشان اعرض الالعاب عليه. ايه يا سلام مشان بينه حلوين. انا بفرجيك يا دنيس انا بشوفك. يلا هذا الفيديو بس بلشت بيه رح شوف فيه يا دنيس مشان يصدق انك بعته. عشان يصدق عن جد لانه دايما كلها بلعب. ايه ساوي احلى بسطه. بدنا ممثل معنا رح صح لبنت جارتنا صفا تساعدنا شو رايك؟ يلا صف البسطه لبين ما صح لنا. يلا ها. طيب ايش دخلها؟ ايه الله يوفقك لا تضيع له شيء منهم والله يفضحني حافظهم وحده وحده. الحمد لله كمان على يلا على البسطه على البسطه كلياتهم هلا ايش وحده بدي ابيعهم. طلع حلوات ها؟ هلا اذا مر اولاد راح ياخذ عقلهم. يلا يا رزاق على العاب. يلا الالعاب حول على العاب. يلا حول حول حولوا العاب العاب دنيس زلبيع كلها سيارات. يلا بسط العاب. يلا يلا يا حباب قرب قرب قرب. وهي اجت الممثله يا صفا هي راح تمثل معنا انه بدها تشتري العاب دنيس. يلا يا صفا جاهزه؟ يلا يلا سيارات زلبيع. انت بدك تشتري عمو؟ الحق عمو هاي وهاي معها وهاي كلها دوم خمس سيارات. يلا واو عن جد؟ ايه عن جد رح اخذهم كلهم لك.
معي 50 ليرة. بدك تشتري ب50 كلها؟ ايه رح ضب لك اياهم كلها ولا لا؟ ماشي عمو. يلا يا دنيز، ما ضل عندك العافية. يا كريم يا رب. زبون واحد اشتراهم كلهم. شايف يا دنيز، هاي زبون واحد اشتراهم كلهم عشان تعرف تضب العابك تاني مرة. يلا حطي هنا عمو، مبروكات كلاتهم ب50 ليرة. يلا تفضلي، هدول هدية فوق البيعة. يلا هدول مداعس عليهم سيارات صغار عشان ما بقى مداعس عليهم. تفضل عمو. يا سلام، زنقلنا اليوم على العاب دنيز. صفا خليهم معك ليرجع دنيز، تمام؟ يلا صار وقت رجع دنيز بالروضة، رح جيبه. وصفا خبيتها بالسيارة، تمام؟ هي الالعاب. خليكم معنا تشوفوا المقلب دنيز. اهلا وسهلا. شو خلصت روضة؟ كيف كان يومك؟ انبسطت؟ شو عملتوا؟ انا ما جبت حلو. يا سلام، انت مبسوط مكيف؟ انت مبسوط؟ انا عم لأنا. يا سلام، من يالك والله. اهلا وسهلا دنيز، يلا قوم. صارها تفتح محل والله. محل شو؟ مو محل كبير، بسطة صغيرة كنت عم بيع شغلات. شو تبيع؟ كنت عم بيع سيارتك يا حلو. سياراتي؟ ايه سيارتك. ليش مستغرب؟ لا تبيعها. لأنك كنت حاطهم بالأرض ولعست عليهم وجرحت رجلي وقعت كمان. لك تقوم تبيعها؟ والله حبيبي بعتهم وخلصت. ليش بعتهم؟ ما عدت باعها. ايه والله حبيبي باعهم. هات اعطيني الموبايل شوف الفيديو. بعناها واجت بنوته اشترتهم كلياتهم. دقيقه تحت 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 تحت. شوف حبيبي هون عم بيعون. تفضل شوف، اجت بنوته اختتهم كلياتهم. اختتهم كلياتهم. شو بك سكتت؟ يا يا اكل ايه لانه تعال تعال لك تعال لك تعال. ليش عم تخليهم بالارض؟ انا الصبح ما قلت لك شيل سياراتك من الارض؟ بابا انجرحت اجره. لا بعتوا لي عن طيه عشان تحرم تحطهم على الارض، عشان بس جيب لك سياره جديده ثاني مره ما تحطها على الارض. شو زعلت بكيت؟ روح انا تحكم معي. شو تعلمت بابا تخلي سياراتك بالارض؟ روح انا احب. ما بصير يا بابا، نحن بنحبك، لازم بس اقول لك شغله تسمع الكلمه. انا فعلا مبتدع سياراتي. اذا بتحب سياراتك ما لازم تتركهم بالارض، بندعس عليهم وبيتكسروا وبيعطلوا، لازم تضبهم وتحافظ عليهم، تسمع كلمه البابا والماما. هذا البابا، انا اسف اتركهم الارض. طيب ماشي. يا ابني انا هذا بعت لي اياهم. ذكرى بعينك، رح نجيب لك احلى منه لسه. ماما نحن عملنا فيك هذا مقلب، نحن ما بعناهم ولا شيء، هذا مقلب مشان تتعلم تلم العابك، تمام؟ واو عيال هذا مقلب. ايه يعني ابعت السيارة؟ لا ما بعناهم وانا مطيح بقدر. تعال نشوف فيك، هي البنوتة، هي صفا، هي ممثلة معنا وهي مخليتهم معاها مخبيتهم. انا هي صفا. تعال نقول لك وينها. يلا شوف تلنا. واو انا لعبه لكن لكن كلهم مع صفا. هذول العابك. لا بتدير بالك عليه هون؟ بدي بالي عليه انا حطنا الارض. ايوه شطور، ان شاء الله تكون نجحت الخطه ومشي الحال. اكيد تعلمت تدير بالك على العابك؟ شكرا يا صفا لانك ساعدتينا بالمقلب بدنيز. عملت لنا مقلب صفا. ماشي ما عملت مقلب. حبابه صفا نحن اللي حرضناها. وهيك بكون خلص الفيديو وخلص المقلب، شو رايكم فيه؟ شو رايكم؟ بيستاهل دنيز ولا لا؟ لا ما بيستاهل؟ لا بيستاهل، انا بخلي العبه بالارض. لا صار لازم نقول لكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، حطوا زر اللايك. حكون كتير باي، لا تنسوا حطوا لايك. ولا تنسوا كمان تسمعوا كلمة اهلكم وما تعذبوهم، ما تسووا مشاكل. وديروا بالكم على العابكم. ديروا بالكم على العابكم. صح دنيز؟ صح. باي باي. باي باي.